الجولة الثالثة. الجولة الثالثة لمس أكتاف. شو يعني؟ هتردي عليا كل جملة هقولها هتقولي لي أوافق أو أرفض أو استثناء لو عايزة تشرحي حاجة أو تقولي أوكي. رأيك أوكي؟ أوكي؟ عندك 5 ثواني علشان تردي بواحدة من الثلاثة دول، هيكون العد التنازلي بيظهر على الشاشة. أوكي. مايا ليست ضمن أهم 3 نجمات في لبنان. أوافق أرفض استثناء. ما بيهمني. تقديم البرامج أهم من إصدار الألبومات. لا. ليه ما بتعمليش ألبومات؟ الألبوم ردي هينزل. انت بقالي كتير بتقولي كده. غيرت حاجات. الألبوم خلاص، الألبوم قرب. غيرت حاجات فيه بصراحة، غيرت حاجات فيه، بس أنا في الوقت اللي أنا بغير حاجات فيه بنزل سينجلز، يعني مش قاعدة ما بعملش حاجة. ما هو دي الفكرة، انه بتقولي انه الالبوم قرب، الالبوم خلاص، الالبوم على وشك، بعدين بتنزلي سينجل ومفيش عشان ما سيبش يعني ما سيبش المكان فاضي كده. لا انا بشتغل، بعمل سينجل وبصورها وبشتغل، يعني الناس برضو عايزة الشغل اللي انا بتعمليه. مع شركة انتاج ولا انت بتنتجي لوحدك؟ انت بتنتجي لنفسك. بس السي دي هيكون مع شركة. مع شركة. ليه بتنتجي لنفسك؟ عشان انا ابتديت لوحدي من غير قيود ولا شروط حد، يعني واشتغلت لوحدي ووصلت لنتيجة حلوة جدا. وصلتي لنتيجة راضية عنها جدا. تفوقت على رزان في ديل اور نو ديل؟ لا. غير راضية بنسبة 100% عن نفسي؟ راضية. يعني موافقة ولا؟ موافقة. يعني أنا راضية عن نفسي 100%. يبقى أرفض. لا. يبقى بترفضي. السينما النظيفة تلائمني أكتر؟ أكيد. بس بدي أعلق على الموضوع إنه استثناء. ما بعرف شو يعني لما بيقولوا سينما نظيفة، يعني سينما نظيفة يعني خالية من العري، خالية من الإغراء، خالية من المشاهد الساخنة. أنا عايزة أقول حاجة في الموضوع ده. السينما it means ما في قيود. مش عند كل الناس. هيدي اسمها سينما. يعني لما نحن نبتدي نفصل ونعمل وحركات وما اعرفش ايه، يعني على قد ما نحن بنتطور في حاجات وفي التكنولوجيا وافكار المخرجين تبعولنا وتمثيل واداء ممثلينا، على قد ما نحن بنرجع لورا بعقلنا وبقيود. لا، في تصنيفات هي مدارس السينما. انا عايز اقول حاجه، انا بحترم نجمات. أنا بتكلم عن مصر لأنه هي أصلاً أم السينما في العالم العربي بدون استثناء. أنا بحترم نجمات السينما القدامى اللي كانوا يعملوا أحلى أفلام بالعالم، وإذا اليوم هيدول الأفلام ما اسمهم سينما نظيفة، لكن هن ما كانوا يعملوا سينما نظيفة، نحن ربينا على أفلامهم، تعلمنا منهم، غرنا من نجوميتهم على قد ما هن كبار ومبهرين، ناس منهم رحلوا، ناس منهم بعدهم موجودين، شايفينه عملوا كل حاجة أنت بتتكلمي عنها والناس بتتكلم عنها. طب إذا كده وأتمنى أن أنت في سؤالك ده تكوني غير مقتنعة بموضوع. لا، ده مصطلح سينمائي موجود وسائد، لأنه حرام أنه الموضوع ده شاع كده وبوظ حاجات كتير. ده مش اختراعي، زائد أنه لازم إذا إحنا حتى عندنا آراء مختلفة لازم نحترم الآراء التانية. في ناس عندها تحفظات على حاجات كتير، حتى لو إحنا شخصياتنا ما فيهاش تحفظ على الحاجات دي لازم نحترم الآخر، لازم نحترم مشاعرهم. أوكي. يعني أنا بالنسبة لي كده. إذا كده بتتكلم مايا عن السينما، ليه رفضتي 11 فيلم سينمائي؟ ما كانوا عاجبيني، ما كان بدي أمثل بوقتها. صوت بس اللي اتقال يعني. إن أنت رفضتي لأسباب مادية كمان، يعني رفضتي مسلسل الإكسلانس مع النجم أحمد عز بسبب خلافات مادية صرح عنها المنتج وائل عبد الله. ليه لا؟ يعني وقتها اتقال إنه ليه لا؟ يعني وين الغلط بالموضوع؟